أهلا وسهلا فيك مرة ثانية في الجزء الثاني من البزنس اتيكيت. رح نحكي فيه عن موضوع النتوركينج اتيكيت، التعامل خاصة إذا كان بتطلب العمل الالتقاء مع زبائن أو عملاء أو كلاينتس ان جنرال. ف وي شود يعني تيل اور نيم بشكل واضح وايش التايتل تبعنا. وي شود افويد نيجاتيف توك معاهم، خاصه الاشياء بتتعلق بالمواضيع خلينا نحكي العنصريه او الدينيه او المواضيع السياسيه. وبرضه كمان لازم يكون في نوع من المتابعه والفولو اب مع الكونتاكت. خلينا نوضح الامور هاي بدايه بإتيكيت مهارات لغة الجسد في التعامل مع الأشخاص اللي بنلتقيهم بالأعمال. زي ما حكينا بالمرة الماضية، we should honor personal space، يعني يكون في حيز شخصي للشخص ما يدخل عليه أو ما يقترب منه الواحد حتى ما يشعر إنه في اختراق للخصوصية. We should avoid the nervous habits، زي في بعض ناس بتلاقيهم بعمل gum chewing أو يعني بتلاقيه بعض أظافره، أو ممكن بالنسبة للسيدات ممكن تحرك شعرها أو تقضم أظافرها، فهاي كلها ممكن تكون bad body language tips، فلازم نتجنبها. يمكن في ناس حتى بتلاقيه قاعد بهز بإجره أو بحرك بطريقة معينة أشياء موجودة على المكتب، فممكن تكون مستفزة للطرف الثاني. الفيشل إكسبريشنز لها برنامج خاص للتدريب، ممكن واحد يتدرب عليه أمام المرآة أو أمام منتور معين حتى يتأكد إنه الفيشل إكسبريشنز ما تكون بترسل رسائل خاطئة، لأنه الفيشل إكسبريشنز تريجرز البوزيتيف أو نيجاتيف رياكشن. فالسمايل من أهمهم، السمايل هي وورلد وايد ريكوجنايزد سيجنال، الناس كلها برتاح لها حتى لو ما بتعرف لغتهم، مجرد سمايل معينة بترسل رسالة مفيدة جدا ومريحة جدا للطرف الثاني. و people tend to trust smiley face. الفويس، نتجنب العادات السيئة بالفويس اللي هي ما بتنم على الكونفيدنس، فعشان هيك لازم يكون الواحد أثناء الحديث في كونفيدنس بالصوت اللي بيستخدمه، وخاصة إذا بيشرح عن منتجات للشركة. الاستخدام الفويس اللي بدل على الكونفيدنس، احيانا نبرة الصوت بتساعد كتير انها تعطي كونفيدنس عالي. زي لما تذكر مثلا انك الشركة الها بالسوق مثلا 10 سنوات بحصة سوقية ماركت ليدر للسنة العاشرة، احيانا لما نحكي الجملة هاي بصوت واضح او بصوت بنبرة عالية بتعكس الثقة. ممكن نستخدم النبرة الواطية لما نكون نحكي عن اشي مش مهم، او خلينا نحكي السيء او نيجاتيف. وطبعا لازم نذكر النيجاتيف باي حال من الاحوال حتى نكسب الثقة، بس احيانا بننزل نبرة الصوت شوي لما نحكي عن اشياء نيجاتيف. يعني ممكن نقول مثلا صحيح منتجاتنا مش أوفر منتجات موجودة في السوق، ولكن وبنحكي الإشي الإيجابي بطريقة مختلفة. يعني خلينا نحكي زي ما بيحكوا بالساندويش تكنيك اللي هي positive negative positive. البوزيتيف فيها بتكون نبرتها عالية وسرعة الصوت منخفضة، بينما النيجاتيف بكون سرعة الصوت سريعة بس النبرة منخفضة، وبنختم طبعا بالأشياء البوزيتيف. هذا من الأشياء اللي بتساعد على استخدام الصوت لكسب الثقة عند الشخص المقابل.
طبعا الصوت بدل كمان على الانثوزيازم، على التحمس، وبدل على التفاؤل، وبدل على قد ايه سنسير الشخص اللي قبالنا. طبعا احنا لازم تو افويد اشياء معينه تتعلق بالصوت، زي مثلا التأتأة او نبره الصوت اللي فيها نوع من السترونج اكسنت، او احيانا استخدام الصوت اللي بيكون نفس التون بشكل متواصل، فبالتالي بيكون احيانا مزعج للطرف الثاني. البادي لانجويج كمان بالاعمال في قواعد دوز اند دونتس حاب اذكرها حتى تضلها ببالنا، انه وانس نتعامل مع شخص في مجال الاعمال وي شود ميك فريكوينت اي كونتاكت. طبعا الفريكوينت اي كونتاكت مش مقصود فيها ستيرنج، انك تتحدق، لانه التحديق لفتره طويله مزعج، بينما الفريكوينت اي كونتاكت المقصود فيه يعني انك تحكي جمله، تنظر بالعين، بعدين تنظر على اشياء ثانيه زي مثلا دوكيومنتس معك او اشياء تتعلق بالمواد اللي انت بتشرح عنها، بعدين ترد ترجع تعمل اي كونتاكت مره ثانيه، خاصه اذا كان في جروب اوف بيبل. الجروب اوف بيبل التعامل معهم اصعب، لانه ما بدك تنظر لعين شخص واحد، بدك توزع نظراتك للاطراف المختلفه حتى تعطيهم اهتمام. فبتكون القاعده كالتالي، انك تحكي جمله تنظر بالعين اللي بعديها، بتحكي جمله لمده مثلا 3 4 ثواني بعدين تنظر للعين اللي بعديها، وهكذا. فهيك بتكون وزعت النظرات بدون لا تحديق، وبتكون عملت الاي كونتاكت، خاصه اذا في يعني سيدات اعمال بتلتقي فيهم ممكن يكون التحديق صعب. وكمان نفس الشيء بالنسبه للسيده انها تنظر لفتره طويله بعين رجل الاعمال، بتكون كمان مزعجه ومش بروفيشنال. فعشان هيك الاي كونتاكت بتطلب انه نحكي الجمله بعدين نوزع نظراتنا. طبعا وي شود سمايل، ونتدرب على السمايلينج اثناء الحديث. لازم ناخذ نوتس، النوتس تيكينج نوتس جزء من البادي لانجويج، بتفرج الطرف الثاني انه انت مهتم، انت يعني اللي بيحكي فيه مهم وانت بتاخده بعين الاعتبار ومعطيه احترامه. فتيكينج نوتس من اهم المؤشرات، او خلينا نحكي الايحاءات للطرف الثاني انه اللي بحكيه شيء مهم. نرجع بنحكي سمايل، نكررها عده مرات كلمه سمايل حتى لا ننسى اهميه السمايلينج. نود فريكوينتلي المقصود فيها انه هزة الراس الخفيفه اثناء الاستماع للطرف الثاني. النودينج الصراحه كثير مهمه، والها بالسايكولوجي تبعت الكوميونيكيشن. النودينج رساله للطرف الثاني انك انت بتستمع له ومنتبه لكلامه، ورساله له انه انت معاه اون ذا سيم بيج، يعني على نفس الموجه، على نفس الصفحه. بتعطي اهتمام للطرف الثاني وبشعر بانه في كيمستري بينك وبينه. فالنودينج ميك النودينج فريكوينتلي، بس ما يكون سريع. النودينج السريع بعطي تماما عكس المفعول. النودينج السريع كأنه الشخص بقول كمل خلص، مش مهتم شو اللي بتحكيه، بس المهم تخلص. النودينج المنتظم بشكل خفيف بدل على انه الاستماع او المستمع معطي اهتمام للطرف المتحدث. سمايل مرة تانية، hands out of pocket من الأشياء المهمة، keep smiling. الأشياء اللي بننصح فيها دائما don't do it، وننتبه كتير لل blind spot. هاي بتكون أمراض blind spot، الواحد مش منتبه إنه بش بيعملها أو بيشتغلها، زي إنه مثلا حط إجر على إجر بطريقة مش لائقة، أو حتى تكتيف الايدين رسالة للطرف الثاني انه في نوع من البعد او عدم
الارتياح للطرف الثاني، حتى استخدام طريقة تنظيف الحنجرة زي ما بيحكوا، يضل الواحد يستخدمها أثناء الحديث. أنا بلاحظ كثير من وزراء الخارجية لبعض الدول بتلاقيه أثناء حديثه بتنحنح كثير، فبالتالي بضيع أهمية الكلام. ف كمان biting your lips or nails من العادات السيئة اللي لازم الشخص المحترف يتجنبها. في الدريسنج كود كمان من البادي لانجوج المهمة. دريسنج كود في له يونيفرسال، او خلينا نحكي acknowledged code of dressing. زي مثلا التاي لازم تكون نفس لون البلت الحزام، السوكس لازم يكونوا كمان نيت وبغطوا جزء من القدم بشكل مناسب، السليفز والشيرت يكونوا يعني لونج سليفز او يعني شيء فورمال، السوكس والشوز لازم يتناسبوا. يمكن لو حكينا احنا اهميه الدرس زي اهميه كيف احنا بنحكم على الكتاب من الغلاف تبعه، بنحكم على البيت من او المنزل اللي بدنا نشتريه من الكيرب ابيل. نفس الشيء وي تند تو جادج بيبل باي ذا واي ذي دريس. ايضا موضوع الجرومينج او نظافه هندام الشخص مهم جدا، انه تو كيب الهير تريمد، برضه الاظافر يكونوا مقصوصين ونضاف، ما في اي نوع من التاتو او اي نوع من الاشياء اللي يمكن حريه شخصيه يكون في تاتو، بس للعمل عدم اظهار التاتو او اظهار بعض من الجولري اللي الشخص بوضعها، خاصه بالنسبه للميلز من الاشياء المهمه، ولازم الواحد يتجنب يكون في نوع من الاكسسيف جولري او اكسسيف كولون او بيرفيوم، حتى يكون من ضمن البزنس اتيكيت. راح نكمل بحلقة قادمة عن أنواع تانية من الاتيكيت أو مواقف تانية بلزم فيها البزنس اتيكيت.